مرحبا أعزائي، درسنا اليوم عنوانه الطقس البارد والحار، صفحة 128. الأهداف: على المتعلم أن يصبح قادرا على أن يتعرف بحواسه على حالة الطقس بارد أو حار، يدرك أن تبدل حال الطقس يستدعي ارتداء ملابس مناسبة. في فصل الصيف نخرج إلى شاطئ البحر لنستمتع بأشعة الشمس. أما في الشتاء فنجتمع حول المدفأة. ماذا نحمل معنا إلى الشاطئ؟ قبعة وثياب البحر. وماذا نرتدي في فصل الشتاء؟ المعطفة والكنزة الصوفية. المستند رقم 1، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أولاداً يلعبون في ملعب المدرسة. إذا وقفنا تحت أشعة الشمس، بماذا نشعر؟ نشعر بالحر تحت أشعة الشمس. إذن من أين تأتي الحرارة؟ تأتي الحرارة من أشعة الشمس. أي نوع من الملابس نرتدي في أيام الحر؟ في أيام الحر نرتدي ملابس خفيفة. المستند رقم 3، أين تجتمع العائلة؟ تجتمع العائلة حول المدفأة. لماذا؟ لأن الطقس بارد ولكي تحتمي من البرد والصقيع. أي نوع من الملابس نرتدي أيام البرد؟ نحن نرتدي في البرد ثيابا سميكة. لنقارن المستندين 5 و 6، ماذا نلاحظ فيهما؟ في المستند 5 نلاحظ فتاة ترتدي ثيابا خفيفة لأن الطقس حار، انظروا إنها الشمس. وفي المستند 6 نلاحظ فتاة ترتدي ثيابا سميكة لأن الطقس بارد، انظروا إنها العاصفة الهوجاء. لماذا بدلت الفتاة ملابسها؟ بدلت الفتاة ملابسها لأن الطقس يتغير. إذن في فصل الصيف نرتدي ثيابا خفيفة لأن الطقس يكون حارا، ونحن نعتمر قبعة لنتقي الحر. وفي فصل الشتاء يكون الطقس باردا، نعتمر قبعة صوفية لنتقي البرد، ونرتدي ثيابا سميكة تحمينا من الصقيع. ولكي نكتسب الدرس أكثر، علينا أن نتدرب على الأعمال التطبيقية، صفحة 131. أذكر فوائد هذه الأنواع من الملابس: المعطف للوقاية من البرد، القبعة للوقاية من أشعة الشمس القوية، الكنزة للوقاية من البرد. أما هذه القميص فهي للوقاية من الحرارة القوية. أكمل الجمل الآتية: حان وقت الانصراف ظهرا وكانت الشمس قوية. الوقت ظهر، إذن الشمس ساطعة في وسط السماء وهي قوية،
نصح المعلم الأولاد بالابتعاد عن أشعة الشمس والسير في الفيء. عند الصباح تكون الحرارة معتدلة، نشعل المدفأة في أيام البرد وبخاصة في الكرة الجبلية، نلبس الملابس الخفيفة في أيام الحر والملابس الصوفية السميكة في أيام البرد. ممتاز، يجب أن نبدل ثيابنا كلما تبدل الطقس. رائع يا أبطال، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.